مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض مهارات جديدة وهنعمل وصفات إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم، بسيطة ولكن بناء على طلب مشاهدينا ومتابعينا الكرام من خلال الصفحة الشخصية الشيف عظيمة حمدي بالعربي. النهاردة هنبدأ نعمل وصفة، طبعا بما أننا في الصيف وفي ناس عايزة وصفات كتير سريعة. عندنا المكرونات نقدر نعمل بيها أي نوع أو أنواع رز مختلفة، ونقدر نعمل كمان وصفات سواء بقى كفتة أو كفتة شيش طاووق أو كفتة فراخ، أو إحنا عملنا حاجات كتير جميلة. ممكن نعمل كمان لو عندنا لحمة مفرومة بتبقى أسرع حاجة، نعمل البيض الاسكتلندي. ليه كده طريقة جميلة، بيض مسلوق بنعمل معاه كده وصفة حلوة من اللحمة المفرومة، ونحط البيض ونحشيه. طريقة كده جميلة ومعروفة جدا. تعالوا نشوف نقدر نعملها ازاي على الطريقة الأوروبية أو الطريقة اللي بينفذوها بره مصر مش عندنا إحنا، بس إحنا نحاول ناخد المكونات اللي إحنا بنحبها ونتعامل مع الوصفة دي بيها. هقول المقادير ونشتغل وإحنا شغالين نحكي عن الوصفة دي. عندي لحمة مفرومة حوالي نص كيلو أو على حسب عدد أفراد الأسرة، ملح وفلفل، جوز الطيب، توم باودر، بصل باودر، مستردة معلقة واحدة بس، وعندي بهارات اللحم، بقدونس مفروم ناعم جدا، بيض مسلوق، ودقيق بيض بقسماط. ممكن نطعم البقسماط ده بشوية من الزعتر، وطبعا زيت نباتي. الفكرة من الوصفة دي انهم عادة بيعملوا البيض ليه طريقة تسوية معينة. خلينا نتكلم عن البيض والتسوية شوية مع بعض. لما بجيب البيض، البيض طبيعي، انا مش عارفة البيض ده انتوا سالقينه؟ لا ده مش مسلوق. لا اللي مسلوق قدامي ده مش مسلوق. طيب بصوا بقى، انا هوريكم طريقة بسرعة نعملها، خلينا ننجز مع بعض. ادي المية، بسم الله هزود النار، يبقى فرصه بقى ان هم حاطيني بيض مش مسلوق عشان ايه اوريه لحضراتكم. هحط البيض، بسم الله، هزود شويه ميه، المهم الميه ما تغطيش البيضه كلها. هقول لكم طريقه البيض الصحيحه الصحيه. شايفين البيضه باين منها النص ازاي؟ النص اللي فوق ده باين. اهم حاجه البيضه فريش، لان هي لو مش فريش مش هتديكوا الجوسي او تبقى زي البيض البريشت. بصوا شايفين ازاي في جزء منها. طب عشان اطهر وعقم البيض ده اثناء السلق عشان ما يشرخش مني، حاجه من الاثنين، معلقه ملح او معلقه خل، انا بفضل الملح. خلاص اهو، خلاص. ودلوقتي انا شغلت النار، اول ما هيبدا يغلي هقول لكم انا هعمل ايه. كده متفقين؟ لان احيانا بيبقى في شروخ بسيطه في البيضه انا مش شايفاها بعيني المجرده انها يعني مشروخه، انها ممكن تبقى مكسوره. فالطبيعي ان انا لازم احط ده علشان اعقم البيض، عشان لما البيض الميه الخارجيه بتاعه البيض كمان ما بيتغسلش. معلومه مهمه جدا لحضراتكم، البيض ما بنغسلوش. البيض لو اتغسل وفي الشرخ ده احنا مش شايفينه، هياخد كل البكتيريا اللي بره البيض يدخلها لك جوه البيضه اثناء السلق او اثناء الاستخدام. البيض ما بيتغسلش يا جماعه، معلومة خاطئة، واللي يقول غير كده يعني هقوله لأ بالفم المليان. البيض بنجيبه بنحطه في الوضع اللي هو بوز البيضة لتحت عشان تحتفظ بالسوائل في مكان وضع البيض في التلاجة، وبناخد البيض وقت السلق. هنعمل بالطريقة اللي حضراتكم هتشوفوها. أول ما تغلي المية هقول لكم هنعمل إيه في البيض. هطفي عليه وحاسبها 10 دقايق لحد ما الميه دي تهدى، لان هي بتاخد المفروض الطبيعي البيضه تاخد في ناس بتحب الاربع دقايق، انا طبعا بحس الاربع دقايق دول ما عملوش اي حاجه، لحد 8 دقايق. من دول من الوقت ده لحد 8 دقايق هي ممكن تبقى بيضه جميله جدا وهيلثي وجميله. ولاحظوا ان كل ما يجف الصفار كل ما احنا ما بناخدهاش صحيه اكتر، كل ما يبقى الصفار محافظ على لونه وفي صوص فاحنا محافظين عليه، المهم ما تبقاش نيه. طيب انا سبتها اهي وحطيت الميه مع حضراتكم، هتغلي وهنشوف البيضه اخبارها ايه. دي مساله سلق البيض. هنبدا بقى في المرحله الثانيه اللي هي تتبيل اللحمه، بسيطه جدا وسهله ما فيهاش اي حاجه. التوابل اللي تناسب حضراتكم وتعجبكم بطعم اللحم حطوها، بس انا قلت لكم ان الوصفه دي هي اكتر الوصفات اللي انا اكلتها بره، يعني في احد الاماكن، وكانوا بيستخدموا مكان البقسماط العادي بتاعنا اللي هو البانكو ده، اللي هو البقسماط الياباني، عشان التغليفه بتدي شكل مختلف. لكن طبعا الوصفه دي وصفه غذائيه قويه جدا، فيها هاي بروتين وبتدي احساس بالشبع وجميله جدا. ممكن بقى جنبها اي حاجه بسيطه، ان هي غنيه جدا بنسبه بروتين عاليه. طيب انا دلوقتي هاخد كده، ما حبيتش احط بصل عادي، حبيت احط باودر وده افضل، بيبقى المساله اقوى.
وفي نفس الوقت احسن. وتوم باودر بسيط، عندي البهارات بتاعه اللحمه او السبع بهارات اللي يريح حضراتكم، عندي رشه من جوز الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحبها فريش كده اخلطها، لو هي عندكم باودر وحضراتكم بتخلطوها مفيش مشكله. هاخد معلقه صغيره من المستردة، اي معلقه كبيره تدي تيست حلو جدا. وتعالوا بقى هبدا كده، طبعا رشه الملح والفلفل. بسم الله. خلاص حطينا رشه الملح والفلفل، وهنبدا نعجن كده بايدينا. اللحم يفضل يبقى ساقع عشان يتماسك، ليها مرحلتين اللحمه. لو انتم مسقعينها في الثلاجه لحد قبل ما تشتغلوا فيها كلحم مفروم تبقى افضل. والمهم في اللحمه دي حاجه، مش زي الكفته يبقى فيها نسبه دهون، لا لحم احمر يبقى لحم احمر، لكن نسبه الكفته لما بنيجي نعملها لازم فيها نسبه دهون عشان ما تنشفش. انا دي بقى عايزاها نسبه لحم احمر صافي علشان احافظ على انها ما تفكش مني. شايفين ازاي؟ اهي شايفين الخليط اهو زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ازاي؟ اهي تبقى معجون. هاي الجلافز ده. طيب هنيجي بقى ناخد شويه بقدونس بصوت قوي قوي، هنحطهم كده ايه نطعم بيهم اهم شويه بسيطه كده، معلقه اهو تدي تيست كده وطعم للكفته او يعني للغلاف اللي هنعمله حوالين البيت ده اهو اهو. خلاص وتعالوا بينا بقى ناخد الخليط الحلو ده ونبدا نشكل على البيضه. المفترض ان انا بجيب كده، بصوا غليت البيضه، شفتوا ازاي؟ شفتوا الميه اهي غليت، جت جبتوها اهو، هقلل خالص هطفي النار. خلاص انا فصلت النار، شايفين اول ما بتغلي كده بطفي النار وهسيبها بقى لحد ما تهدى مع حضراتكم. وبعد شوية هبدأ أخد البيض ونشوف البيض هيطلع شكله عامل ازاي. تعالوا بينا بقى، هرفع بس الزيت ده هنا كده شوية أنا بسخنه. هاخد استرتش هنشيل دول كده و هاخد هنا. بصوا بقى هفتح كده، بسم الله الرحمن الرحيم. معلش عشان تساعدني افرد كويس اهي، ماشي بسم الله اهو اهي. خلاص وهبدا اخد الايه قطعه من اللحم. كوروا اللحم كور متناسقه، لو عايزين توزنوها ماشي عشان تبقى كل الكور قد بعض. هاخد كده قطعه كده وبالبلاستيك كده هعمل، انا عايزه ارققها كده. شايفين ازاي؟ هحط البيضه اهي وهبدأ أكور كده. شايفين كويس قوي على البيضة، يعني ما يبقاش في مسافة بينهم كبيرة اهو. شايفين ازاي هشكل كده كويس، كمان لو في ميه ساقعه ابل بس ايدي واعملها كده هتبقى رائعه. بصوا ازاي
اهي شكل البيضة، ادي الشكل كأنه شكل البيضة، شايفين حضراتكم؟ وهي كده هدخلها التلاجة تسقع، مش عايزة أسيبها الأول يعني زي ما بيقولوا إيه تفضل كده في حرارة، لا هعمل كده واحدة كمان، واحدتين كمان كده، ثلاثة أهو شايفين، أدي واحدة كمان. بصوا كده هعمل كده، لازم أفرد كويس، عايزة أرققها، عايزاها تبقى حوالين البيضة على طول، لأن لو سيبنا حوالين البيضة بمسافة ممكن تفك أهي. وهنعمل كده أهو، شايفين إزاي؟ شايفين إزاي؟ أهم دول زيادة مش عايزاهم، شايفين تعمل بقى كمية حلوة جدا أهو، شايفين إزاي؟ بديها شكل البيضة على حسب حجم البيضة أهو. وهنعمل واحدة تاني هنا خلاص. الجزء اللي هيتبقى يعني هكمل الكمية اللي أنا عاوزاها، نص كيلو يعملوا كمية حلوة قوي زي ما حضراتكم شايفين، يعملوا كتير. ممكن بقى نعمل ايه، ناخد دول لو احنا خلاص استكفينا، ممكن نشكلهم ونحطهم في البريدنج ونحطهم في الايه في الفريزر، وقت ما نحتاجها ننزلها مره تانية بس في البقسماط ونحمر من الفريزر على التحمير، هتبقى رائعه مع حضراتكم. دي هنشيلها بقى. طيب البيض هنا او الاسفل الـ يعني حطينا البيض مع الغلاف اللحم، هبدا بقى اجيب كده بقسماط ودقيق تمام، وادي البيض زي ما وريته لحضراتكم كده بيستوي. هاخد بقى بيضه كده بوله عشان انزل فيها الخليط، ادي بيضه بسم الله. البيضه لازم انزل معاها اما شويه لبن او شويه ميه، خليني ايه انزل معاها شويه ميه بسم الله الرحمن الرحيم، وطبعا رشه ملح وفلفل اهي عشان نحل الايه الماده اللي هي اللزجة اللي في البيض. هاخد كده رشة ملح رشة فلفل، وبرضو بعمل كده في البقسماط، رشة ملح في الدقيق رشة فلفل، وهكذا في البقسماط عشان نطعمه. اللي عايز يضيف مع البقسماط أحيانا كده توم باودر وبصل باودر، بيدي تيست حلو قوي بصراحة. ممكن كمان أحط شوية من التوابل اللحم، وهقلب كده البقسماط، اللي عايز يحط زعتر كل واحد حر يقدر ينكه الايه الحاجه دي، وبعدين بعدها بتصفوه او بتنخلوه وتشيلوه في كيس، وتبقوا عارفين ده خاص باللحوم. طيب بالنسبه بقى للبيضه اهو، هضرب كده اهي خلاص. هنبدا بقى، بصوا بقى الماده اللزجه عشان لما احطها ما تقعدش تضايقني في كل ايه في كل واحده هنزلها في البريدنج ده. طيب هاخد كده البيضه دي او اللي هي الكفتايه اللي احنا عملناها مع الخليط البيض اهو، هتنزل هنا اهو شايفين في خليط البيض، معلش انا مش هحط في الدقيق الاول، هنزلها هنا تاني عشان تمسك كويس، وبعدين هرجعها تاني، وبعدين هحطها في البقسماط اهو، ابقى مسكت الطبقه اللي تحت كويس. دي مش محتاجه كمان طبقه بقسماط تانيه الا لما تدخل فريزر وتطلع. في الحاله دي هوريكم بقى كمان احنا مجهزين هنا اتنين اهم ساقعين، شايفين ازاي اهو اهو خلاص. هناخد دي ننزلها هنا، معلش انا نزلتها تاني في الدقيق مش العكس، ما تستغربوش، عشان امسك الطبقه بتاعه الدقيق عليها كويس، وهنزل هنا. طب اللي متعودين عليه وبيريحكم اعملوه. شايفين ازاي
في ناس ممكن تنزلها تاني في خليط البيض والبقسماط، شايفين ازاي؟ اهو بصوا بقى البقسماط كده تمام. خليني اجرب في الزيت، لا محتاج يعني يسخن شويه. هنشيل بقى ده، حط بس اول واحده كده الزيت يبقى تمام. وبصوا البيض انا شلته خالص من على النار، عايزه اوريكم واحده وانا بقشرها، هي بس هتبقى سخنه شويه اصورها لكم. بسم الله. بصوا البيضه، مش انا متعوده على الايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا انا لسه ما بردتهاش، سخنه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بتتشال وان شاء الله وجواها طري، هو بقى الطراوه دي اللي احنا عايزينها. بسم الله. شايفين فيها سائل نازل ازاي؟ هي دي البرشت اللي انا عايزاها. خلوا بال حضراتكم، هي دي الصحيه اللي انا عايزاها، وهي دي اللي اكلها للولاد. في ولاد ساعات بيحبوا، انا كان يعني بابايا الله يرحمه كان يعملها لي مع الجبنه الريكفر او الجبنه الاسطنبولي علشان اخد البرشت. حاضر، حط لكم واحده الساقعه دي اهي، يلا بينا. بصوا بقى ادي الثانيه وانا هقشر اهي، شايفين؟ الحمد لله. بصوا كده، نخلي بالنا بس من التحمير. بسم الله الرحمن. طبعا هي مولعه على ايدي عشان انا ما بردتهاش، بس عشان اوري حضراتكم هقسمها لكم تشوفوها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. بسم الله اهو. طبعا هي لازم تبرد شويه. اهي بصوا البرشت بقى، هي دي الصحيه. بصوا اهي، شايفين البيضه؟ شايفين عامله ازاي؟ اهي هو ده، هي دي البيضه الصحيه، عشان حضراتكم تبقوا عارفين طريقه سلق البيض. هي دي الطريقه الصحيه اللي المفروض ناكل بيها البيض، وده اللي المفروض نعمله جوه الكور بتاعه الكفته او البيض الاسكتلندي بالطريقه اللي حضراتكم شفتوها. ده الفكره منه، لو شفتوا اي حد اجنبي بيعملها هتعرفوا ان هي دي الطريقه الصحيحه للعمايل بتاعته، انكم تفتحوها من جوه وتلاقوا البيضه طالعه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وهو ده البيض الصحي لطريقه السلق للبيض اللي احنا المفروض ناكل ولادنا بيها البيض المسلوق. انا هحط بقى المتبقي من الحاجات الجميله دي اهو، وهنستسمح حضراتكم نطلع بريك ونرجع بعد الاستراحة نستكمل وصفاتنا في انتظار حضراتكم.